لقد مر الشارع المصري بعدة أزمات في مجالات متعددة كالدستور أولا والرئيس ومجلس الشعب والجمعية التأسيسية وغيرها من أزمات، وجب أن تكون هناك نقطة ومن أول السطر. هذا ما دعت إليه حركة شباب السادس من إبريل بعد تخبطهم في الفترة الماضية. النهارده هنقول نقطة من أول السطر، إزاي نبدأ بداية صح بعد كل اللي مرينا بيه بتخبط شديد في كل المرحلة الانتقالية اللي فاتت. عايزين بداية صحيحة وسليمة عشان نبني مجتمع ديمقراطي سليم ما فيهوش نزاع ولا فيه خناق بين القوى والتيارات السياسية، بقدر ما فيه إجماع وتوافق بين الجميع للخروج من المأزق الحالي. قامت الحركة بعمل مشروع باسم وطن يكون، مبني على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد، قائم على رؤية سياسية مرنة ترتكز على محاور أساسية تتلخص في اختيار رئيس توافقي ليس له أي انتماءات سياسية أو دينية، ووضع دستور قوي متوافق عليه من جميع الأطراف السياسية والأمنية. ما حصل في المرحلة الانتقالية من بعد 11 فبراير لحتى الآن كان كله عبارة عن تخبط وسوء إدارة مرحلة انتقالية ومطامع من بعض الناس، ونسينا أهداف الثورة. فإحنا شفنا إن في الوضع الحالي كل دخل في أزمات، مجلس عسكري دخل في أزمة ما بين إنه فعلا محتاج الدستور دلوقتي، والقوى السياسية دخلت في أزمة ما بين صلاحيات مجلس الشعب وعدم دستوريته. كل من دور على مطامع الشخصية أو أهداف خاصة وصل حاليا لمرحلة كلهم دخلوا خبطوا في بعض. رئيس مؤقت للبلاد لمدة من عام لعام لعامين، في خلالها يتم صياغة دستور للبلاد، دستور دائم، بعدها تجرى أول انتخابات حرة ونزيهة في تحت إشراف قضائي كامل، تحت إشراف منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، في أول عملية نزيهة انتخابية نزيهة تتم في مصر. تهدف الدعوة التي تتبناها الحركة إلى تشكيل حكومة توافقية للنهوض بالبلاد خلال الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للرئيس القادم بدون نزاعات سياسية بين الأحزاب، وأن تحدد دور المجلس العسكري ومجلس الشعب في الفترة المقبلة. السير في دائرة مفرغة أصبح هو حال السياسة الآن في مصر. كل يوم تخرج علينا أحد التيارات والقوى السياسية تدعو لتبني وجهة نظرها وتحاول فرضها على المجتمع المصري، وتصبح جدلية الدستور أولا أم انتخابات الرئاسة محور نقاش غير قابل للتنفيذ. من القاهرة كريمة الحلفاوي للشرقية نيوز.